هنروح دلوقتي ايضا عايزين نطمن على قطاع مهم، قطاع بيمثل يعني استثمار كبير للنادي الاهلي، استثمار مادي واستثمار فني، هو اكاديميات النادي الاهلي. ونروح نطمن اكتر من الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن شطه. كابتن اسامه ازي حضرتك عامل ايه؟ ايه الاخبار منورنا؟ الحمد لله الحمد لله كابتن الحمد لله كابتن. قول لي دلوقتي اخر الاستعدادات، دلوقتي عارفين ان في اكاديميات النادي الاهلي تستعد للدوري الداخلي، والشيء العظيم والشيء الجميل ان البطوله السنه دي باسم مؤمن زكريا. والله طبعا انت عارف احنا يعني السنه دي المنطقه والاتحاد ما عملش اي نوع من المنافسات او الدوري بالنسبه لهذه القطاعات الكبيره بتاعت الاكاديميات، فانا عندي 16 اكاديميه بتاعت النادي الاهلي في مختلف المحافظات. فالحمد لله يعني استطعت ان انا اجمع افضل اللاعبين في المراحل السنيه 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 عشان نحاول برضو نعمل دوري مؤمن زكريا باذن الله. هنستكمله ان شاء الله مع المراحل الصغيره اللي هي 2014 و2015 و2013 بحيث انه يعني نغطي كل المراحل السنيه المختلفه. والحمد لله هي الاتفاق مع كابتن خالد ديبو قدرنا نوفق انه مدربي القطاع يكونوا موجودين معانا في تلك المنافسات اللي معموله لدوري مؤمن زكريا، والحقيقه تعاون يعني تعاون غير مسبوق بصراحه من خلال برضه المدير الفني التشيكي معانا على طول في الاختبارات اللي بتتعمل والمباريات، واتفقنا اتفاق هي مهم جدا جدا. انا بعتقد ان دي هتكون يعني طفره فنيه كبيره جدا، انه حين المراحل السنيه بتاعت القطاع هتلعب مع المراحل السنيه بتاعت الاكاديميه للمميزين، بحيث انه المباريات دي هتوري للمدربين وللقطاع اللعيبه المميزه جدا، بحيث تبقى في مقارنه بينها وتكون مباريات يعني من اجل اكتشاف المواهب مش من اجل المكسب والخساره. وده طبعا اتفقنا وعملنا جدول ان شاء الله لهذه المباريات في الفتره اللي جايه، اللي هي طبعا ما فيهاش اي مسابقات موجوده او اي دوري موجود، ودي حاجه انا حقيقه بحيي فيها قطاع الناشئين، وانه دي بتساعد كثيرا انه كل اللاعبين من كل الاكاديميات المختلفه يتواجدوا معانا في هذه الفتره الموجوده لحد ما نبدا رمضان. وان شاء الله اتمنى انه يعني هذا القطاع الكبير بتاع الاكاديميات يكون يعني مفرخه او قاعده للاعبين ان شاء الله يستفيدوا من النادي الاهلي. واكون سعيد جدا كمان لو هي البرنامج بتاعك استطاع برضه يتعاون معانا في ابراز هذه المباريات اللي موجوده، وانا شايف بعض اللقطات هي بتوري انه قناه النادي الاهلي مواجبه لينا ومواجبه لكل قطاع الناشئين وكل المباريات اللي موجوده. فكره رائعه كابتن شطه ان البطوله بطوله الدوري الداخلي بالنسبه لاكاديميات النادي الاهلي تحمل اسم الكابتن مؤمن زكريا. والله مؤمن زكريا طبعا هي كلنا يعني بنسنده كلنا. وحضرتك معانا على الهواء دلوقتي يا كابتن شطه، احنا بنستعرض دلوقتي صوره مؤمن زكريا وبنستعرض لقطات لاكاديميات النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. والله الحقيقه انا اتمنى في النهائيات ان شاء الله باذن الله ندعوه يكون موجود معانا يا اسامه، عشان انت عارف برضو القصد مش القصد ان انا يعني بقدر ما بنحاول يعني نشركه في هذا المجال عشان يعني كمان يكون معانا يعني ونكون يعني سند ليه في هذه الفتره العصيبه ان شاء الله، وربنا يعديها على خير ويكون دايما موجود معانا وفي ذكرانا ان شاء الله. وانا اتمنى انه يكون عنده وقته او صحته تسمح انه في مدينه نصر هنعمل الحقيقه الختام الرياضي يكون موجود معانا، ويكون هذا اليوم يعني بالنسبه لنا يعني مناسبه سعيده جدا انه هي مؤمن زكريا يعني يكون موجود في الملعب، وممكن كمان نخليه يشترك في بعض اللقطات اذا كان يستطيع انه يعني يشارك اللاعبين في اي نوع من التمريرات والحاجات دي، اكون شاكر جدا ليه اذا كان وقته بيسمح. ودي طبعا هتكون يعني مش عايز اقول يعني دفعه قويه ليه ان شاء الله عشان يكون معانا في السنوات القادمه باذن الله. كلمته انا كابتن شطه من حوالي اسبوع مؤمن زكريا، كنت بطمن عليه، لقيت الحمد لله صوته فيه طاقه ايجابيه كبيره، الحمد لله فيه تحسن في العلاج بشكل كبير. وحتى وانا كنت بكلمه قال لي ان شاء الله العشره يا اهلي ومباراه الافريقيه ان شاء الله في النهائي، ما انزلش اشيل الكاس بس، لا ده انا انزل اشارك ان شاء الله في المباراه كمان. يا رب يا رب يا اسامه ده يكون يعني
يوم سعيد لينا كلنا عشان هذا اللاعب الحقيقه اخلاقه وكل السمات الحقيقه اللي موجوده في حبه للنادي وانتمائه يعني وضحت في الفتره اللي هي يعني تواجدنا معاه في كل المناسبات حقيقه. وانا سعيد جدا انه هذا الدوري سمي بهذا الاسم، واشكر لجنه التخطيط بغياده الكابتن محمود الخطيب ومحمد صالح وزكريا ناصف انهم وافقوا على ان انا اسمي هذه المسابقه او الدوري باسم مؤمن زكريا. اشكرهم كلهم، واشكر كمان الحقيقه اللاعبين والمدربين في اكاديميه النادي الاهلي المختلفه، وان شاء الله في مفاجات ان شاء الله هبقى اعرضها عليك لاحقا، ان انا في سبيل ان انا اروح الصعيد ان شاء الله ازور بعض الحقيقه الملاعب عشان نعمل فيها اكاديميات النادي الاهلي، وباذن الله ربنا وفقنا واديك بقى يعني فول ريبورت كامل عن كل هذه الدورات اللي انا هعملها هناك، وان انا اوفق في ان انا افتح اكاديميات اخرى ان شاء الله باسم النادي الاهلي اللي هو في كل مكان. النادي الاهلي قادر على انه يكون يعني مفرخه للاعبين في جميع المحافظات ان شاء الله يا اسامه. ان شاء الله الخطط المستقبليه كابتن شطه، وحضرتك بتكلمنا دلوقتي عن صعيد مصر، صعيد مصر اللي ما شاء الله المليء بالمواهب اللي شفنا يعني فرغ لكل انديه مصر ومنتخبات مصر، يعني الخطط المستقبليه بقى للنادي الاهلي سواء في صعيد مصر او خارج مصر. هو في صعيد مصر طبعا انت عارف احنا عندنا في اسوان واسيوط وعندنا في 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 في, في هنحاول كمان يعني نعمل اكاديميات اخرى في المنيا وفي بني سويف، واسواق طبعا فيها اكاديميه بقى لها سنين طويله موجوده، ودي طبعا هتكون برضو موجوده معانا. واتمنى برضو ان انا النادي الاهلي في الاقصر باذن الله تمام لما يفتتح هذا النادي هيكون برضو مركز كبير جدا لينا في الصعيد. وانت عارف اللاعبين اللي جم من 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 جنوب الوادي اغلبهم يعني متميزين جدا، ودي حاجه هتخلينا برضو نستطيع اننا نستقطب جزء كبير جدا من هؤلاء المواهب الموجوده في الصعيد، ودي طبعا حاجه مهمه جدا لينا. وانا اتمنى ان انا اوفق ان شاء الله ان انا اوصل لبعض الافرع اللي موجوده في الصعيد عشان نستطيع من خلالها برضو نضيف للنادي الاهلي اكاديميات اخرى تبقى حقيقه زي ما قلت لك القاعدة نوسعها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، تبقى عندنا كل المحافظات بإذن الله مغطاة تماما بهذا المجهود الكبير الذي يبذله النادي الأهلي. زي ما أنت قلت في الأول الحقيقة بحييك أنه بجانب أنها يعني استثمارية لكنها فنية في المقام الأول والثاني، ودي حتة مهمة جدا عشان نستطيع أننا نوجد لاعبين لقطاع الناشئين خصوصا مواليد 2011 و2012 و2013 الآن عندهم قاعدة كبيرة جدا، لأن السنة الجاية هذه المراحل السنية عندها يعني في البرايم عندها ممكن حقيقة النادي الأهلي يستفيد من الأعداد الكبيرة اللي موجودة يعمل قاعدة من هؤلاء اللاعبين، لأن أنت عارف المدرسة الكورة في الاتحاد المصري لكرة القدم تبدأ من 2012، فإن شاء الله النادي الأهلي بيجهز هذه المرحلة السنية عشان كل مدربي المدرسة يستطيعوا أنهم يعني ياخذوا من هؤلاء اللاعبين عشان تبقى القاعده اللي موجوده ان شاء الله قاعده مبنيه مؤسسه تاسيس كويس منذ الصغر، فدي حاجه مهمه جدا الحقيقه حبيت الفت نظر الحقيقه الساده المشاهدين عليها. هذه المرحله السنيه 2012 السنه الجايه هيكون لها دور في مدرسه الكوره في قطاع الناشئين. اخيرا يا كابتن شطه، يعني عايزين نستغل بقى خبراتك الافريقيه وعلاقاتك الافريقيه، عندنا ابناء النادي الاهلي اللي لعبوا في النادي الاهلي احمد فيليكس في غانا، عندنا فلافيو جيلبرتو في انجولا، عندنا موسيماني المدير الفني دلوقتي من جنوب افريقيا، نتمنى عايزين نشوف بقى خطوه ان شاء الله النادي الاهلي او اكاديميات النادي الاهلي في افريقيا. والله انا خطيت خطوتين الحقيقه، وان شاء الله هعرضهم على لجنه التخطيط قريب، بس ان شاء الله الفتره دي طبعا انت عارف المباريات مضغوطه، واتمنى بس الاقي فرصه اعرض ان انا في غانا كلمت احمد فيليكس وكلمت الحقيقه مدير الفني الاتحاد الغاني لكره القدم، ومجهزين الحقيقه ملف كامل لهذه الاكاديميه في غانا، وجيلبرتو طبعا كلمني وفلافيو كلموني كويس وطلبوا انهم عايزين يشاركوا النادي الاهلي في بعض الامور اذا كانوا حتى لو جم يشتغلوا في مصر، او لو استطعنا نعمل اكاديميه في انجولا، لان هما الاثنين الحقيقه يعني ما زالوا عندهم الامل انهم يتعاونوا مع النادي الاهلي ويعملوا في النادي الاهلي او في السودان يا كابتن شطه كمان السودان في السودان. حته مهمه انا الحقيقه انا تواصلت معاهم هما كان طبعا جيلبرتو كان في الكاميرون، كان في لجنه الفنيه بتاعت تحليل كاس الامم في الكاميرون الاخيره دي، وبعت رساله مع بعض الاخوه في الاتحاد الافريقي وقال لي ان شاء الله انا عايز اتعاون مع النادي الاهلي، ودي حته طبعا هتورينا انه من خلال هذا الرجل ممكن او اللاعب هذا ممكن نقدر نعمل اكاديميه كويسه في انجولا.
وكمان كيسو موسيماني هيساعدنا كتير جدا جدا نفتح اكاديميات في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا فيها اكثر من 25 اكاديميه. برشلونه وريال مدريد وليفربول وكل شعبيه النادي الاهلي زادت كمان في جنوب افريقيا بعد قدوم موسيماني. وان شاء الله يعني تكون اكاديميه النادي الاهلي موجوده مع هؤلاء الاكاديميات الكبيره جدا. وبعدين اطمنك برضه في السودان. ايوه السودان هناك تعاون كبير جدا بيننا وبين الاخوه في السودان. في السودان عشان نفتتح اكاديميه في السودان، لان تعرف عدد السودانيين في مصر وفي عدد كبير، فنتمنى انه هناك برضه كمان نعمل اكاديميه في الخرطوم، ونحاول برضه نتوسع مع الوقت باذن الله لكل الناس اللي لعبوا في النادي الاهلي. نقدر حتى في تونس عندنا نسبه جلبان، عندنا في المغرب عندنا دلوقتي بنون، يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا نقدر ننتشر بشكل اكبر. ودي طبعا محتاجه مننا دعم كبير جدا من مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط تساعدنا في اننا نعمل كل الحاجات دي ان شاء الله الموسم القادم باذن الله. ان شاء الله، خاصه كمان يا كابتن شطه ان اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا في افريقيا. كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.